قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. هذو دعوات ثلاثة ربنا يستجيب صاحبهم. فالأول دعوة المسافر، لكن المسافر قالوا العلماء لابد أن يكون السفر سفر طاعة وليس سفر معصية. الأفضل لو كان سفر حج أو سفر جهاد أو سفر صلة رحم، هذا عظيم جدا، هذه عبادة مضاعفة. أو يكون سفر تجارة أو سفر سياحة، كله يسمى بإذن الله تعالى مستجاب الدعوة، إلا سفر معصية. إنسان يسافر لكي يفعل معصية، يذهب إلى مكان معين بعيد عن أنظار الناس ليخترق القانون، يخرق القانون ويخرق الدين، هذا طبعا لا يدخل في هذا النطاق. فالمسافر دعوته مستجابة، ثلاث دعوات مستجابة بإذن الله: دعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد مستجابة مهما يكون، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يقول لأستجيبن لك ولو بعد حين.